اهلا بحضراتكم في فيديو جديد على قناتكم شرور الحمامه على اليوتيوب. النهارده باذن الله هنعمل متابعه كده للانتاج. احنا في شهر 8 يعتبر في عز الصيف، هنشوف اخبار الانتاج معانا عامل ايه، ودعونا بالبركه باذن الله، ونبص على الزغاليل كده وكله من فضل الله طبعا، ونقول معلومه يعني مفيده جدا في الفيديو بتاعنا تهم كل مربين وتقيك شر الامراض لطيورك، ويعني يكون عندك انتاج كويس باذن الله في فصل الصيف ده بالنسبه للناس اللي هي بتشغل الحمام ما بتريحش الحمام. خلونا قبل ما ابدا الفيديو ارحب بكل اخواتي المشتركين الجدد في القناه، بكل الود نلقاكم، وخلي الشكر والتقدير لكل اخواتي اللي بيدعموا المحتوى سواء باللايك او الشير او تفاعلاتهم الجميله، وانا دايما بهتم بتعليقاتكم وارد على استفساراتكم. طبعا انا مش عايز اجد الحمام، انتوا زي ما انتوا شايفين هنخش في موضوع على طول. شايفين الحمام ده كده بيلهث، طبعا الحمام ما عندوش غدد عرقيه، ما بيعرقش، الجو حار، اللهث اللي عند الحمام ده او النهجان اللي عند الحمام ده بيبرد من درجه حراره الجسم. ما تحاولش تجهد طيورك بالذات مع ارتفاع درجات الحراره او في الوقت اللي فيه درجه الحراره عاليه، دايما يعني ما تاكلش بالنهار، خلي الاكل اخر النهار مع انخفاض درجه الحراره، ما ترشوش ميه برضو زي ما احنا قلنا، لان رش الميه او استحمام الطيور مع ارتفاع درجات الحراره بيزود الرطوبه في المكان، بيزود الاجهاد الحراري والاحساس بالحر، لان زي ما قلنا الحمام ما عندوش غدد عرقيه ولا عرقش. طبعا ده بيأثر على صحة الحمام وعلى مناعة الحمام وعلى حيوية الحمام، فناخد بالنا من المعلومة ديت قبل ما نبدأ نبص على ايه، على طيور. المسائي عندك ما بتتجدد فيها مرتين في اليوم على الأقل في الصيف، بفضل دايما المسائي الفخار، وزي ما انتم شايفين كده الأكل عندي فاضي، تمام؟ ده كل ده بيقلل الإجهاد الحراري. في هنا عندنا فيديو تفصيلي بتكلم فيه عن علاج ضربة الشمس أو الإجهاد الحراري عند الطيور. الفيديو موجود عندكم هنا على القناه، ممكن تتابعوه ان شاء الله. طبعا حركه الطيور ديت بتعملها ليه؟ لان انا بتحرك خلال الطيور دلوقتي، ببص على الانتاج، ببص على الزغاليل، فده طبعا عمل لهم ايه؟ ان هم طاروا في المكان فعمل لهم اجهاد. نبدا نبص بص سريعه مع بعض كده ودعوا لنا بالبركه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده كده اهوت من فضل الله، هنا طالع معانا ان شاء الله زغلول، هنا دولت بيجهزوا البيضة همت. طبعا دي لسه ان شاء الله يعني خلال اليوم. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. طبعا انا بحبش اجهد الفترة دي، اتبلت بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. جوز غريب اهمت، يلا خش يا يمي، دول برضه من فضل الله ربنا يبارك، عمره اكبر شوية. طبعا بقى اللي راقد على الزغاليل لسه فاقسة، طبعا في هنا زغاليل اهو زي ما انتم شايفين، مش هنقوه بقى، هنسيبه راقد من فضل الله. ده برضه تحت منه زغلول اهو، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. في حمام برضه بيجهز مع زغلول بيجهز. طبعا دي مميزات اللحم انه بيبقى سلف الانتاج، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. طبعا زي ما حضراتكم شايفين انا مقلل في العدد، مش مزود العدد عندي في ظل ارتفاع اسعار الكلفه. لازم كل مربي ياخد قرار سريع. ايه هو القرار السريع؟ انتخاب الطيور اللي عندك، تخلي الاصول اللي هي يعني منتجه وانتاجها كويس وانت راضي عن ادائها وعن انتاجها، سواء من ناحيه الصفات الحجم او الوزن او الشكل او المواصفات اللي انت القياسيه اللي انت بتدور عليها. الحاجه الثانيه عشان تعرف تربيها ما تزودش عدد الطيور في المكان، لان اي مربي حمام او هوا حمام ما بي الحمام دايما يعني ايه لازم هيربيه، مش هيقدر يبعد عنه، فخلي عدد صغير تقدر تصرف عليه، تقدر تراعيه كويس، تقدر توليه اهتمامك، ما تزودش. الناس اللي مربيه على نطاق تجاري الله يعينها ان شاء الله، اكيد يعني هتبدا ان هي تسعى في عمليه تسويق وعمليه مفاضله وعمليه تقليل تكاليف. انا عامل فيديو تفصيلي على القناه بتكلم ازاي تقلل التكاليف في حال ارتفاع الاسعار والخلطه المناسبه من الكلفه عشان تدي للحمام الاحتياجات الغذائيه بتاعته. ان شاء الله هتلاقوه على القناه، تابعوه هتستفادوا منه. طبعا المكان عندنا محتاج عمليه تنظيف، النظافه في فصل الصيف ممكن تكون مره في الاسبوع او بالكتير اول مره كل اسبوعين، لازم طيورك يعني تستحم برضو مره كده في الاسبوع على الاقل.
التون خالية من الحشرات أو من الطفيلات الخارجية أو الطفيلات الداخلية زي الديدان. تغذية كويسة، رعاية كويسة، مفيش إجهاد لطيورك، مفيش إثارة لطيورك، مفيش يعني أي حاجة تقلق لطيورك في المكان. الإضاءة كويسة، التهوية كويسة، إن شاء الله ربنا يكرمك وتاخد إنتاج كويس وإنتاج يعني وفير بإذن الله. طبعا مشكلة الحمام زي أي مشكلة لو الناس مربية على نطاق تجاري أو نطاق مشروع، هي مشكلة التسويق. فأنت لازم يعني قبل ما تقدم على مشروع زي ده شوف عملية التسويق. والله في مطاعم بتاخد، في فنادق بتاخد، في سوبر ماركت بياخد. شوف أنت الفئة اللي هتخاطبها وابدأ إن أنت إيه تزود في ادرس السوق وابدأ يعني زود في الإنتاج عندك، علشان برضه ما توصلش لمرحله ان انت يبقى عندك حمام كتير وتيجي بقى في مرحله الانتاج ما تلاقيش حد ياخد منك الانتاج بتاعك. طبعا الناس اللي مربيه زي حالاتي كده، مش مربي على نطاق تجاري او مربي لنفسه او الحاجه اللي بتزيد من حاجته بيطلعها، مفيش مشكله. برضه ربي العدد الكافي ليك، اهتم بطيورك، ما تفرطش في استعمال الفيتامينات، ما تفرطش في استعمال الاملاح المعدنيه. طبعا الافراط في الشيء او الاسراف في الشيء برضه بيعمل مشاكل، زي ما نقصه بيعمل مشاكل. فدايما يعني حافظ على طيورك، يعني وفر التكاليف. الفكره كلها ان انا اخد احسن انتاج وافضل طيور باقل تكلفه ممكن. هو ده فكره قناتنا وهي دي اساس قناتنا ان شاء الله باذن الله. عشان برضو ما نطولش لحضراتكم في الفيديو، هنعمل لكم فيديو القادم باذن الله هنتكلم فيه عن الحمام الزاجل نبذه بسيطه كده. بس المره دي انا مش هتكلم بصفه تقليديه، انا عامل فيديو تفصيلي هنا عن مواصفات الحمام الزاجل القياسيه. انا هتكلم عن المواصفات اللي يجب ان تكون متوفره في اللي بيربي الحمام الزاجل نفسه. ايوه، اللي بيربي الحمام الزاجل، مش اي حد يربي حمام زاجل ومش اي حد يفرخ الحمام الزاجل. انا بتكلم اللي بيستعمل في مجال السباقه وليس اللي بيستعمل في مجال التحضير. لا، لازم يكون المربي بتاع الحمام الزاجل عنده مقومات معينه وشروط معينه عشان يبقى مربي ناجح ويوصل للهدف من تربيه الحمام الزاجل. تمام، لان الحمام الزاجل بيبدا يخش بيه سباقات وبيبدا ان هو يعني يرفع من قيمه الحمام ويعمل صيت لصاحبه ويبدا يحقق بيه مكاسب. فانت عشان تبقى مربي حمام، مربي زاجل ناجح، في شروط لازم تكون متوفره فيك، شروط متوفره في المكان، بعد كده شروط متوفره في الحمام او السلاله اللي انت هتبدا تربيها. ده هيبقى في تفصيل الفيديو القادم ان شاء الله. الفيديو الثاني اللي هيبقى معانا بعده ان شاء الله باذن الله فيديو سريع كده عن مرض ممكن يكون بيقابل ناس كتير في الحمام، اللي هو كساح الزغاليل، وتلاقي الزغاليل فاتحه رجلها او ضعف الزغاليل او في مشاكل في الزغاليل. طبعا تابعونا بعد الفيديو ده مباشره باذن الله، هننزل لكم الفيديو ده. اي استفسار عن اي حاجه تخص الحمام او اي مشاكل الحمام اكتبوا لي في التعليقات وانا مهتم دايما برد على استفساراتكم. انا طبعا بعد ما اخلص الفيديو ده ابدا انضف المكان كويس. طبعا ببقى مجهز معايا زي ما انا قايل في فيديو ان في مشاكل ممكن تنفسيه تحصل عند مربين الحمام، انا ببقى مجهز معايا كمامه زي دي كده، هبدا ان انا ايه البسها عشان اقلل الغبار او الزغب المتطير اللي ممكن يخش في الجهاز التنفسي. اتمنى لكم ولطيوركم السلامه، دمتم حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.